الاهلي هيتحول لنادي هش، اي حد يقدر ان هو يهيل عليه التراب ويقدر ان هو يخلي ما فيش حاجه اسمها مبادئ، حته الخوف من الالتراس وان الجماهير بتهدد. اذا القرار ده قرار مفصلي يعني، خلاص هيبقى قرار ما فيش رجعه فيه. النادي الاهلي باي حال من الاحوال ابو تريكه مش هيبقى موجود فيه. الشكل ممكن بقى يختلف، ممكن يبقى بيدوروا على شكل كويس، شكل يرضي النادي الاهلي ويرضي ابو تريكه. طيب انا عايز اسال حضرتك استاذ احمد، يعني اللعيبه امبارح هل كان عندهم دافع تاني اكبر من ان هم يفوزوا بالماتش واهداؤه لروح الشهداء والتاكيد على ان هم بيلعبوا الكوره لانه ده مصدر رزق بالنسبه لهم وهم كمان حافظين ده كويس قوي؟ وبعد المباراه في لقطه جماعيه جمعت الجهاز الفني بالكامل، رفضوا ان هم حتى يستلموا الميداليات حفاظا على شعور الناس، رغم ان هم المباراه اللي فاتت اللي قبليها كانوا بيحتفلوا وضغط عليهم عشان يستلموا الكاس، وبرده نفس القصه طلعوا 3 4 لعيبه بس عشان خاطر هم اللي يستلموا الكاس، عشان خاطر اللعيبه نفسها مش عايزه تاخد عليها موقف. هل بتشوف انه دافع كان عندهم دافع غير انه يكسبوا الماتش ده عشان خاطر دي بطوله، وغير انه الشهداء انه ابو تريكه كمان احرجهم فعايزين يقولوا ابو تريكه احنا نقدر نكسب بوجودك او من غير وجودك؟ انا عايز اقول لك ان في مذكره رسميه اتقدمت من اللعيبه كلهم ضد محمد ابو تريكه من لعيبه النادي الاهلي. مذكره دي جديده دي؟ مذكره رسميه تقدموها لمجلس الاداره ضد تصرف محمد ابو تريكه. لعيبه الاهلي امبارح كانت بتدافع عن كيانها وبتدافع عن كرامتها وبتدافع عن قدراتهم الفنيه. الاهلي ليس ابو تريكه، هم عايزين يوصلوا الرساله دي امبارح. الاهلي ليس ابو تريكه فقط، زي ما الاهلي ما كانش ليس محمود الخطيب وليس احمد شوبير وليس مجدي عبد الغني وليس الاشخاص كلهم، كل الاشخاص مهما عظمت قيمتهم ووصل تقديرهم الى اعلى مكانه، انما في الاخر الكيان يظل ثابتا ومستقرا. هي دي المشكله. قدموا ذاكره رسميه، الضغوط النفسيه ظهرت جدا في الهدفين. اصرار عبد الله سعيد حتى لما بعد ضربه الجزاء راح وكمل ما تخضش، عنده دافع داخلي ان هو عايز يجيب جول. محمد ناجي جدا بعد ما احرز الهدف، اللقطه اللي ما حدش كتير وقت توقف عندها امبارح لعبه الكاس، دموع محمد بركات. ليه محمد بركات بكى؟ ليه؟ لان هو حس بحاجات كتير جدا. اولا هو حاسس ان هو مش واخد حقه بالكامل كنجم كبير في الفريق، شأنه ابو تريكه. بس دايما الكلام اللي بيتقال انه محمد بركات وابو تريكه يعني على طول مع بعض، ما زالت العلاقه على اسمى ما يكون، لكن على قد ما العلاقه قويه جدا على قد ما كان الجرح كبير. يعني جرح ابو تريكه بركات تحديدا من ابو تريكه كان جرح كبير جدا. هما الاثنين كباتن الفرقه يعتبر الكبار، يعني هم كبار الفرقه يعني. يعني كباتن مثلا ممكن حسام غالي اللي كان الكابتن، ومعادي وائل جمعه، بعد حسام عاشور، بعد يشوف اكرامي، لكن بركات وابو تريكه هما عصب النادي الاهلي. يعني بتاكيد كلام الاستاذ احمد، بركات دوت في النادي الاهلي من احسن الناس اللي انت ممكن تقابلها في حياتك، من احسن الناس يعني ممكن بقى تقول عليه لو هو يعني احنا بقى اللي مقصرين مع بركات، احنا اللي ما بنديش بركات حقه. لو انت الناس بتتابع بركات في السفريات اللي بره، يعني نفس الحاجات اللي ممكن محمد ابو تريكه بيعملها بركات بيعمل زيها، ولكن في الكتمان وفي الصلاه بيصلي، قراءه قران بيقرا، لكن للاسف محمد بركات احنا بقى ما مش هقول لك هو برضو هو بس عشان ابقى صادق معاك، مش عايز انا مش عايز علينا على النقطه دي، علشان انا بقول لك علينا احنا، انا ما واجهتش علينا، بقول لك احنا ما بنصورش محمد بركات وهو بيقرا في المصحف، ما بنصورهوش وهو ماسك يعني بص لقطه جده دي بالزبط. يعني لقطه جده يعني بتنرفز ليه؟ انت جايب جون يعني، حتى كمان هو يعني تشعر انه حاسس ان الناس متربصه. ماشي، بس انا بكمل كلامي. احنا كاعلاميين لما بنطلع في سفريه بره وبيبقى قدامنا بركات وقدامنا ابو تريكه، بركات بيبقى ماسك المصحف برضه وقاعد واخد ركن كده وقاعد مستخبي، ما حدش يروح، احنا ما بنصورهوش هو، فاحنا مقصرين مع محمد بركات. محمد بركات لعيب امبارح لو تشوف وش محمد بركات، السواد على وشه كان حزين. ليه؟ متحول لاصرار، مش عشان الموقف، لان هو مش بيزايد، محمد بركات ما بيزايد، ولكن هو زعلان ان انت حولتونا لخونه وحولتونا لكونه، لدرجه لعيبه امبارح قال لك احنا مش عايزين نلعب في الاهلي. انا اقول لكم على حاجه اكيد حضراتكم طبعا اضرب، انه مش لعيبه بس النادي الاهلي، لعيبه نادي الزمالك، لعيبه النادي الاسماعيلي، لعيبه سموحه، لعيبه تليفونات بني سويف، كل اللعيبه اللي في مصر جدا من ابو تريكه، لانه مش متخيل. انا اعرف ناس، مش عايز اقول لك علاقتهم بابو تريكه عامله ازاي، يعني علاقتهم قويه جدا، لعيبه كره قدم علاقتهم قويه جدا بابو تريكه، ولكن يعني في حاله من حالات الصدمه، ليه عملت كده؟ ايه اللي دفعك لكده؟ والمشكله انه برضه عشان نبقى برضه منطقيين، ابو تريكه مش محتاج، لا محتاج انه يزايد
ولا محتاج انه يعمل حاجه زي كده ولا محتاج انه يحصل على شعبيه اضافيه. ليه يعمل كده؟ هو ده السؤال. يعني بص الصوره ديت, بص شوف بركات شكله عامل ازاي. ده كان ابتدى يركز ساعتها. لو هنسأل السؤال ده ما نسألوش على الموقف ده بس. نربطه بقى ليه ابو تريكا راح اتصور في ميدان التحرير يوم 19. نربط بقى, ما احنا لو احنا بندور على اجابه ليه ابو تريكا اتصور وهو بيصلي في ميدان التحرير والصوره اتبعتت للناس كلها اتنشرت. ليه يا ابو تريكا عمل كده؟ انا برضو مش عايز ادخل. لا اسمح لي بس, انت سالت بس انا لازم امثل برضو وجهه. انت طالما بتسأل انت قلت اللي خاف ما يقعدش. طالما بتسأل احنا هنجاوبك. ابو تريكا بيجمل شكله بيكمل ما نقولش ابو تريكا, لا ابو تريكا اللي عمله. مش هنقعد نقول ابو تريكا مش هنصنع احنا قدسين. لا, اللي اتعمل من ابو تريكا لا يليق باسم ابو تريكا ولا يليق بشكل ابو تريكا. فنتوقع منه كتير. ليه عمل كده؟ عشان هو كده. ليه عمل كده؟ عشان هو كده, اخلاقه سمحت له انه يعمل كده. انا لو انا هعمل كده يبقى ده, هي دي طبيعتي. مش هقول ده واحد تاني واصل انا ما كنتش اعرف. لا, انا كنت اعرف وعارف انا بعمل ايه وعارف كويس قوي 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 قوي. لان القرار لما اتاخد, عشان تبقى انت عارف, اتقعد مع حسام البدري قبلها ب 48 ساعه. وحسام البدري مش عايز اقول لك اتحايل عليه قد ايه ان هو ما يعملش الحركه دي. اتحايل على ابو تريكا ان هو ما يعملش الحركه دي. وقعدوا معاه لعيبه النادي الاهلي, احمد فتحي قعد معاه اتكلم معاه, ما فيش داعي وهنلعب وهو اصر على موقفه. ليه بقى عمل كده؟ عشان هو يطلع احسن واحد في الاهلي, عشان احنا كلنا نتشتم وهو يفضل زي ما هو النجم الاوحد, هو الملك, هو عشان حسن حمدي فاضل له سنه واحده في عقده ومش هيجدد الدوره الجايه, وحسن حمدي هيمشي هو ومجلسه, واي مجلس ثاني هيجي وهو هيفضل برضه بعد كده في النادي الاهلي وهيبقى الرمز في النادي الاهلي. وعشان محدش هيقدر يقرب من محمد ابو تريكا, عشان هو دلوقتي بيحظى بالحمايه الشعبيه من الجماهير اللي كانت هتمنع اقامه مباراه. طيب استاذ احمد, يعني بيجي لنا الرسائل, لان احنا كاتبين انه الناس تسالكم اسئله على الفيسبوك وعلى تويتر, تبعت لكم اسئله. مثلا روما هشام بتقول انتوا ليه متحاملين قوي على ابو تريكا كده؟ احنا بشر في الاول وفي الاخر بنخطئ. جميل انا عجباني كلمه بشر. هو ده اللي بتكلم عليه. انا ما اقدرش ادي ابو تريكا لقب قديس. دي مبالغه مننا. احنا مشكلتنا ان احنا عاطفيين فبنتطرف في مشاعر. ما ينفعش اقول ان ابو تريكا قديس واله كل تصرفاته واجعله من الانبياء, وما ينفعش ان انا اول ما يحصل منه خطا احوله الى الشيطان. ودي المشكله اللي بنتكلم فيها يا جماعه. لازم الراجل يتكلم. هي دي مشكلته الحقيقيه, ان هو يتكلم يبرر تصرفه. لان احنا بنتكلم كلنا ان اي متهم في اي حاجه بيخرج يدافع عن نفسه. يعني هو اتهم بكذا وكذا 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 وكذا, وهذه وجهات نظر مختلفه من اشخاص غير متفقين على راي واحد. يعني اشخاص لهم شخصيات مختلفه. صرف النظر بقى ان احنا بنقول ان الرياضه اكل عيش وان اكل عيشنا, انما اديني المبرر. طيب اتكلم لو سمحت. تكلم حتى اراك. طيب ليه دايما انت لما بتقول